خلف الجدل على ما يقع التواصل الاجتماعي بين اللي يقول صحيحة كيد من حبيبنا الفريق وفما حبيبنا الفريق الأخرى تقول مش صحيحة حبيبنا ناخذ رأي واحد من الخبراء في القطاع التحكيم أكيد الحكم السابق مكرم اللقاء مجد معنا بالتليفون. مكرم أهلا بيك. مرحبا بيك سلام برحبا مستمعين لمعك عايشك. شكرا مكرم به. تبع في المقابلة قاعد مكرم اللقام شفت ضربة جزاء للنادي الفريق في نهاية المقابلة تحصل عليها كان سابر خليفة. شنو رأيك فيها؟ كيفاش كانت بينتي؟ للأمانة وبكل حيادة واني ما تمنيتش الفرق يكونوا في الوضعية هذه، لكن للأمانة ضربة جزاء غير موجودة. المهاجم هو كي نرجع للصورة شوف المهاجم حاول يغلط الحكم، هو اللي ضرب رجله في جل المدافع ثم طاح عليه المدافع. حسب رأيي الشخصي ضرب جزاء غير موجودة، وصدق سالم يتسرع فيها ضرب جزاء هذه. هذا الحقيقة اللي ريته واني بالنسبة للمقابلة، المقابلة كانت سهلة برشا ما فيهاش حاجة تذكر للمخالفات، كان الفرق ملتزمة بقرارات الحكم صحيح ولا غلطة ما رناش نقاشات أبار لقطة اثنين مع بنك الاحتياط وجه خلالها الحكم صادق السالمي زوز ورقة صفراء. أبار هذا ما ثماش الحقيقة ما يذكر في المباراة إلا ضرب الجزاء اللي نعود المهاجم هو اللي قام بالمخالفة واللي خلى الحكم زفر ضرب الجزاء. حسب رأيي الشخصي ضرب الجزاء ماهيش صحيحة، لكن نقولوا هيك مش معناها مش نشكوا في استحقاق النادي الافريقي بالفوز او حاجه اخرى، لكن هذا اللي ريناه وبكل حياد ضرب جزاء غير موجود. ما كان معناتها تقول نورمالمون صادق السلامي زفر مخالفه على الملعب التونسي صابر خليفه هو اللي عمل المخالفه، معناتها مش بالعكس قامت عليه المخالفه. مش نورمالمون المخالفه موجوده ضد مدافع الملعب التونسي للامانه. فهمت؟ والله السلام راهو الوضع تاع البطولة الحقيقة يحشم، وجماعات اللي كل مهدد بالنزول ما تستحقش خاطر كلهم ظلموا، الكلهم ظلموا وكلهم ما يستحقوش باش ينزلوا أبار شباب الكروان اللي ايش نعمل ما نطيحوا حد ما لا هي شباب أبار شباب الكروان اللي نزلت من محطة الذهب. النادي الافريقي غلطوا في حقه برش، النادي والملعب التونسي غلطوا في حقه برش، وباجا كيف كيف معناها الحقيقه بطوله ما هي ما الكلهم غلطوا في حقه واستفادوا زاده في مقابلات زاده اي واستفادوا صحيح. ما تو الوقت كيما هيك تو باش نجيو زاده باش نظفروا ضرب الجزاء غالطه، تو ضرب الجزاء في مقابله كيما هيك لازم نتاكد 300% مش 100% خاطر ضرب الجزاء تلعب بمصير ومستقبل جمعيه كامله. وكنا نذكروا صادق السالمي الجريمه اللي ارتكبها في حق خوف القفص اللي حتى هذه اللحظه ما رجعتش. الى حد هذه اللحظه خوف القفص تعاني من ظلم صادق السالمي وقتها تعمد انا اتحمل مسؤوليتي في انزال هذا بن قردان وقت في شهر رمضان ذكرها كما هيك. اليوم صادق السالمي ينجم يكون سبب في نزول فريق اخر بضرب الجزاء ماهيش موجوده. يحتمل هي لو مقابله التعادل تنحى من الزوز انت ولا المنتج الاخر استاد المنتج ما نحاش التعادل. اني 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 ما ندخلش في النتائج الاخرين. اني قلت لي مقابله زوج جمعيات يلعبوا في الكره تم منع ضرب الجزاء حسب رايي الشخصي ومش تنقيس في من قيمه النادي الافريقي خاطر نعرف اني بعد تقول الحقيقه تاخذ برشا بالسب وانا متاكد مش تشبع سب، لكن هذه حقيقة ضرب الجزاء غير موجودة للنادي الافريقي. ولو كان يغلط الحكم في حق النادي الافريقي مش تلقاني نقول راه غلط في حق النادي الافريقي، ولو كان يغلط مرة أخرى في حق الملعب التونسي مش تقول لك نفس الكلام. ولذا راني نتكلم بدون خلفيات ونتمنى قلت لك النادي الافريقي راه ما يسحقش المرتبة هذه ولا الملعب التونسي يسحق المرتبة هذه. والزوز ما عقبش معناها حسب رايي الشخصي متالم كي راهم في الوضعيه هذه، لكن ضربه جزاء اللي تحصل لها النادي الافريقي نعاودها حسب رايي غير شرعي. احنا هنا نحكي كل شيء وكل شيء يتقال مكرم. كل شيء نعرف. خلينا نكمل لك السؤال. كي ذكرتني بالخلفيه نتاع مقابله بن قردين وقفصه حبيت تقول حاجه، حبيت تقول اللي فما نيه فيها ضربه جزاء هذه ولا شنو بالضبط؟ يعني
بكل امانه ما عنديش 0.00001% في نزاهه صادق السلمي في اي مقابله. اذا فرم عن ضرب الجزاء صحيحه والا غلطه راني ما عنديش فيه ثقه اصلا في نزاهته. واضح. يعني خلاص انا وقت ناخذ نفس بوينت عين نقول ثم مشكل. واضح. على حسن النيه ولا مش على حسن النيه؟ هو خلانا نقول عليه الشيء هذا. طيب مالك كيفاش شفته في اللقطه؟ بعيد كان على اللقطه كيفاش؟ لا قريب هو في شوف باش ما نظلموش زاد في حاجه اخرى. صادق السلمي تكنيكمون من اقوى ما فما في تونس. وتشوف انت فيزيكمون قوي لكن الله غالب. هو انا ديما بيبني ولا كل مقابله تلقى فيها مشاكل تلقى فيها صادق السلمي ويامن ملوشي هذوما الزوز ديما تلقاهم في كل منطقه باش نعمل. معناها حطك يغلط على حسن النيه. انا ما نقراش عنده حسن النيه. فهمش على خاطر هو السوابق اللي عنده تخليه يحكموا عليك. معناها اذا كان التمركز نتاعو قريب وهو حكم في قيمته هو معناها حكم دولي صادق السلمي تقريبا هو الحكم الثاني في تونس كان ولا الثالث معناتها ولا الاول نجم نقولوا حتى في الثلاثه الاولانيين نقولوا في تونس ما يزفرش ضربه مخالفه ردها ضربه جزاء معناتها نقاط استفهام ولا؟ شوف باش نعطيك معلومه اخرى كوفي كوجا وكوكو وصلوا الاولانيين في افريقيا وانت لخص الباقي واضح من غير ما نكمل لك. كوكو وصل الاول في افريقيا وكوفي كوجا سيطر 5 سنوات على القاره الافريقيه الاول افريقيا. ما كان فما لقطه اخرى حتى تو في لي كومونتير يكتبونا فيها فخر الدين الجزيري كان دخل بطريقه عنيفه شويه بالقدم نتاعو على رودريغ كوسي. كيفاش تقيم هاللقطه؟ تستحق اقصاء ولا لا؟ شوف احنا في المقابلات كيما هكا ديما نقولوا نحن ضرب جزاء بدمها والحمراء بدمها. معناها كي نعطيه نحن ورقة حمراء أو ضربة جزاء يلزمك متأكد منها 3000%. اللي عندك فيها شوية شك تخاف لا تظلم جمعية أخرى. عبارة في مقابلات النصف النهائي. في النصف النهائي مش تعطي ورقة صفراء ورقة حمراء ولا ضربة جزاء يلزمك تخمم برشا. علاش؟ نجم تحرم لاعب من التتويج. فهمت؟ معناها هو كي أعطاه كي إقصاء صعيب. اما هو يعطيك ضربه جزاء كيما هكا معناها زايد. معناها اني ما نجمش ما عادش نحب نقيم صادق السلمي ما عادش نحب نتكلم. ولو كان ما طلبتنيش انت ما نعطيش رايي جمله في ضرب جزاء نجم فيه خاطر بدون خلفيات. تو شفت المخالفه تو زفر ضحك ما ثماش مخالفه ضد النادي الافريقي وزفر ضد ضرب جزاء مخالفه. معناها ما ثماش مخالفه للملعب التونسي وزفر من مخالفه. اللقطة نتاع فخر الدين الجزيري شنو رايك فيها؟ ما تستحقش حمراء؟ ما تستحقش حمراء اصبر. واضح. ما تستحقش حمراء. ولو انه شفنا منه حتى شوية صرامة في التعامل مع خاصة مع بنك الاحتياط. هي قلت لك عطاها زوز ورق صفر وفهمني ويحب يوري شخصيته معناها مش يريض وراني نخرج ونجم نعمل ونعمل كذا. فهمتني وقتها هي مقابلة سهلة راهي نحن كي تراها هيك كبيره وعلى عندها رهان كبير لكن في الميدان الحقيقه اللاعبين ملتزمين زوز فرق ملتزمه مسؤولين زاد ملتزمين. معناها كان جاو مش ملتزمين ضرب جزاء كيما هكا تعمل برشا مشاكل لكن اليوم نحسوهم الناس كل ملتزمه وربي يقدر خير وربي يحمي تونس. فهمتني؟ وين نقترح ولا نقترح ما ثماش نزول السنه وترجع الى الشاب ونقصوا ديبول وفهمني ونحاولوا نصلحوا كورتنا وان شاء الله انتصار الى الشابه يخليهم يراجعوا الناس تحكم بالكوره هذوما كفرهم النادي الافريقي ما زفرهاش مخالفه النادي الافريقي. شوف كي يبدا يحاول يرقعها يغلط تو مخالفه النادي الافريقي كيف تنجم تصاد مركيبها ما زفرهاش. معناها خرج بدا يخرج من الطرح يمكن ثم ضغط في الداخل في السيارات تو مخالفه المهاجم نادي الملعب التونسي طلع على مدافع النادي الافريقي وما زفرلوش مخالفه. مفيولة في المباشر هذه يعطيك صحة. لا خاطر قاعد يخرج من الطرح ثم ضغط طرى عليه مش هو اللي خارج من الطرح عسى عليه حتى الكرة برشا يقرب لها برشا. خاطر كي يبدا ضغط قوي يولي هو يخمم شو مش نعمل. تتصور شافها اللقطة نتاع البينالتي عاود شافها ولا لا؟ لا ما هو يعملوا ضغط ويجي يعمل تليفوناته ويكلموه واصحابه وولاد عمه ويقولوا له فهمني. شوفوا انت شوف الاربيتر كيفاش يمشي تو تحسوا كل هايم في التيران خاطر مش راضي عن روحه صار له برشا ضغط. شوفوا ما مش شقاح كيما
ما تلقاوش فريش كيما الشوط الاول. تحسوا تو معناها كل ضمير انه فيه ما نتصورش، ما عندوش باش نقول عنده ضمير انه فيه ما نتصورش. واضح. يعطيك الصحة، شكرا ليك مكرم اللقام على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص اللقطة متاع ضربة الجزاء اللي تحصل عليها كان صابر خليفة للنادي الافريقي. فاصل ثم مكملين في البلاي حتى الرابعة متاع العشية.